العلاج بالأعشاب بالأدوية. إذا كان العلاج بالأعشاب هذا وهذا وهذا كلهم يستخدموا هذه الأعشاب ومنها علاج، إذا لا إشكال. لكن إذا علاج بالأعشاب خاص عند هذا المعالج فقط، هذا معناه أنه ما يستخدم أعشاب، يستخدم الشياطين، لكن هو يظهر أن أعشابه في الباطن شياطين. مثل الأطباء الآن، تجد هذا طبيب وهذا طبيب وهذا طبيب، لكن هذا أفضل قليلا وهذا أفضل قليلا وهذا متخصص. لكن هذا ليس الوحيد في العالم طبيب، لكن ممكن يكون أحسن واحد في رواندا، لكن هذا وحيد في العالم، هو الذي يعالج بهذه الطريقة، هذا معناه أن عنده جن. لابد أن نحذر، ليس من أجل تتعالج تضيع التوحيد.